معكم من جديد في آخر فقرات حلقتنا النهاردة من رأي عام. إن شاء الله بعد بكرة الجمعة بيوافق 27 من شهر رجب ذكرى معجزة الإسراء والمعراج. مئات الملايين من البشر في كل أنحاء العالم بيحتفلوا بهذه المناسبة. إحنا هنا في رأي عام قررنا أن إحنا نحتفل بها ولكن بشكل مختلف. هناخد حضراتكم في رحلة إلى عالم الروح، نحاول نصفي أرواحنا ونوصل بيها للسماء. خلونا ندخل في الموضوع مباشرة ونرحب بضيوفنا في الاستوديو. صديق الداعية السيد أحمد الطلحي، أهلا بحضرتك يا سيد. حياكم الله، كل عام أنتم بألف خير. سعداء بوجودك معنا. أنا أسعد، الله يسعدكم. أرحب أيضا بفرقة دمسكو اللي هتصاحبنا في هذه الرحلة، أهلا بحضراتكم ياسر، محمد خير، نور فاروق، وأحمد صعب، والثلاثة من سوريا الشقيقة. أهلا بكم، منورين وكل سنة وانت طيب. طيب. طيب إذا قلنا سيد أحمد أنه ذكرى الإسراء والمعراج ناس كتير جدا بيعتبروها ده عيد للروح، إيه هو عيد الروح؟ الله الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي على كل نعمة وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله الذي أشهدنا هذا العام وأشهدنا هذه الليلة المباركة وكان ولا يزال في العمر بقية في أنفاس حتى نلاحظ مثل هذه الشهادات العظيمة التي تمر بالإنسان، لا سيما قول الحبيب الأعظم والرسول الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعلها أن تصيبكم إحداها فلا تشقوا بعدها أبدا. الإنسان في حياته اليومية وفي دهره وفي أسابيعه وفي أشهره تمر عليه نفحات، الحبيب صلى الله عليه وسلم يوقظ صاحب العقل لتنتعش الروح في مثل هذه الأيام. ففي ليلة الإسراء والمعراج يحصل انتعاش روحي عجيب، وهو الانتعاش الذي حصل للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا اليوم. فلو سألنا الإنسان الكائن البشري الذي يدب على وجه الأرض، 7 مليار مخلوق من البشر يمشون على هذه البسيطة، لو سألنا كل واحد منهم سؤال إنساني مع اختلاف أعراقهم وأديانهم وثقافاتهم، يدرك الثلاثة أن لهذا الجسد عقل، ولهذا الجسد روح، ولهذا الجسد نفس. فلو سألت النفس: يا نفس، ما هو اليوم الذي يكون أسعد الأيام؟ مباشرة تقول لك ليلة العمر، الكلمة المعروفة عند الناس. طيب كيف ليلة العمر؟ هذه السعادة أني ألتقي مع نصف الآخر، أكتمل أنا ونصف الآخر، فيسعد كل منا الآخر. طيب العقل يقول لك: أنا تعبت في الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية ثم الجامعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه، فأنهكتني هذه الأيام فخرجت بهذا التحصيل العلمي، فهذا إنجاز بالنسبة لي. أو لإنسان يحصل له مشروع عظيم في الدنيا فيقدم لدولته أو لمجتمعه مشروع كبير كأحمد زويل وغيرهم، الدكتور مجدي يعقوب وغيرهم من الأسماء الكبيرة. العقل له عيد، الروح لها عيد أيضا، وعيد الروح هو القرب من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا في مفهوم المسلمين. طيب في غير المسلمين، كل واحد منهم زي ما يقولوا موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي ومن كل من له نبي صلي عليه. فقربنا نحن كمسلمين بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سؤال: ما هو عيد روح رسول الله؟ لو اليوم نتكلم أنه ليلة الإسراء والمعراج هي عيد لروح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هي عيد لروح الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن حصلت فيها من الكرامات والمعجزات والخوارق ما لا يخطر على إنسان ولا يخطر على قلب بشر أصلا. وجات بعد عام الحزن، العام اللي هو توفت فيه السيدة خديجة، وعمه أبو طالب. نعم. كان في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم شيء من الحزن، فسره الله سبحانه وتعالى بهذه الليلة. ما الذي حصل فيها؟ حصل فيها اللقاء الأعظم، قاب قوسين أو أدنى، المكان الذي كل الملائكة تدندن حواليه. لن نتكلم في السماء الأولى ماذا شاهد، والثانية والثالثة، العلماء جزاهم الله خير استفاضوا في هذا العام وفي الأعوام التي قبلها، والمنابر كلهم يتكلمون عنها. لكن عيد الروح منذ أن دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى وقال له جبريل عليه السلام: يا محمد، أنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت، لكل منا له مقام معلوم. هنا بدأ عيد الروح عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، رأى ربه سبحانه وتعالى. اختلف العلماء هل رأى ربه بعين قلبه أم بعين رأسه، هو رأى ربه
ما زاغ البصر وما طغى، البصر أم البصيرة؟ لكن في الآخر حصلت هذه النشوة التي نحتاجها نحن اليوم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاز هذه المكرمة العظيمة. نحن اليوم في هذه الحلقة بمعيتكم وصحبة هؤلاء الأفاضل نتعرض لهذه النفحة اللي هي عيد الروح حتى ننتعش ونتذكر ونبحث عن عيد روحنا مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نقدر نقول سيد أحمد أنه ربنا سبحانه وتعالى عوض الرسول عن الأحزان اللي مر بها في العام السابق. نعم، وأنعشه بعيد له وبسعادة له ولأمته ولكل من يسمع بالحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصبحت ليلة الإسراء ما هي خصوصية للحبيب صلى الله عليه وسلم فقط، بل فيها خصوصية لأمته. من يقتربون منه أصبحت هذه الليلة بالنسبة لهم عيد من الأعياد الكثيرة. سنتعرض إن شاء الله في الحلقة لأشياء كثيرة جدا، لكن هل منها أنه يمكن أن يكون في عندي أعياد كثيرة؟ أولها عيد الروح في ليلة الإسراء والمعراج. إن وصلت إلى هذا العيد فتح لك الباب، فستجد أعياد كثيرة بإذن الله. بإذن الله. طيب، وإحنا في هذه الأجواء الروحانية لابد أن نسمع يعني شيء كده يعزز هذه الأجواء. نسمع يا شباب؟ نسمع تتر. تتر برنامج عيد الروح. تمام. بس أنا قبل ما نبدأ، يعني الفرقة عندكم اسمها دامسكو. يعني ايه؟ هي اسم قماش سوري، هو اسمه البروكار، ولكن الاسم المتعارف عليه عالميا هو دامسكو. لذلك نحن حبينا يكون مثل قماش عادي سوري. يعني قماش هو لا قماش مطرز بالذهب، الذهب. فهو كثير يعني كيف مثل البصمه السوريه، هذا القماش كثير بيدل على سوريا، انه هذا القماش هو سوري بحت. فلذلك حبينا انه نكون نحن يعني مدلولنا كمان هيك نفس المدلول. صراحه الاسم على مسمى ما شاء الله، هو قماش من الحرير والذهب وهم حرير وذهب. الله يجزاكم الله خير. أصحابه العشرة بصدق أدركوا البشرى، فنالوا الخير والأجر وأجر الصدق يا عيد الروح، وأجر الصدق يا عيد الروح، وأجر الصدق يا عيد الروح. وأجر الصدق يا عيد الروح. الله، ونعم الأجر إذا كان الأجر من الله عز وجل أن تنتعش هذه الروح، فهذه عطية كبيرة من الله سبحانه وتعالى. أشكرهم ما شاء الله على ما تفضل به من لحن وتوزيع وأداء، سعدكم الله. هل يا سيد أحمد يعني من السهل أنك أنت تدرك عيد الروح؟ من السهل أنك تصل إلى هذه الغاية؟ هو ليس من السهل حقيقة، ولكنه السهل الممتنع، بمعنى يمكن أنك تصل إليه ولكن يحتاج فقط جهد وبحث. لما تصل إلى المقام الأول أنك تفتح هذا الباب بينك وبين الله عز وجل، يكون كل مشهد لك عيد للروح. الفقير اليوم بالنسبة لي هذه الحلقة عيد من أعياد روحي، أني أجلس بين يدي هذه القامة العظيمة سيد عمرو عبد الحميد، الله يخليك، اسم كبير في الأدب والإعلام والرقي، الله، أمام هذه الفرقة الموقرة ما شاء الله التي هي سبحان الله دمسك المضفرة بين الحرير والذهب، أمام هذه الشاشة، أمام هؤلاء الجمهور الذين يبحثون عن الرقي،
هذا بالنسبة لي هذا يوم تاريخي وهذا عيد من أعياد روحي. الإنسان يبدأ يبحث في الأول أولها ما هو حتى ينتعش ببقية أيام العمر. أول مشهد تحتاجه هو صلتك بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن تكون بيني وبين رسول الله صلة؟ إن صح التعبير نسميها نقول بيننا وبين رسول الله love story. كيف ممكن تكون قصة حب؟ هل يمكن لي أن أعيش مع النبي قصة حب؟ هل يمكن لي أن أتغزل بالجناب النبوي؟ هل يمكن لي أني أشتاق إليه؟ هل يمكن لي أني أفتح هذا الباب على مصراعيه تكون العلاقة بيني وبينه عاطفية؟ حتى لما أسجد بين يدي ربي هل لابد لي أن أدعو الله عز وجل باللغة العربية الفصحى؟ ولا ممكن أناجيه بأي لغة؟ ممكن أدردش معه، ممكن أشتكي له، ممكن أفتح له الباب وأقول له أنا حصل معايا واحد واثنين وشوف تعاملوا فيها إيه وإيه. هذه الأحوال الروح تحبها. ليه دائما في بيننا وبين عيد الروح حائل؟ إننا نأتي على السجادة ونريد أن نصلي ونفتح الباب بينه وبين الله عز وجل، نبدأ اللهم اهدنا في من هديت، وإذا كنا في ديانة أخرى ربنا الذي في السماء تعطف علينا بكذا وكذا. طيب افتح الباب بينك وبين الإله سبحانه وتعالى وتكلم بما تجده في قلبك وروحك، سترى العجب، وتبدأ كل ما ترى في حياتك تناغم مع هذا العيد الذي تعيشه، القرب من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم والقرب من الله تبارك وتعالى. طب بس يا سيد أحمد، يعني في ظل المشاكل الحياتية والمعيشية، يعني ممكن حد يسمعنا دلوقتي يقول لك امشي على خدي مشى، الله الله، دي الحان مارسيل خليفة. الحان فنان مارسيل خليفة. طبعا مارسيل خليفة من الناس اللي الواحد يعني اكتشفهم لما ساب مصر. يعني انا اول مرة اسمع عن مارسيل خليفة، اول مرة اسمع عنه كنت في روسيا، واكتشفت انه في حد اسمه مارسيل خليفة. طبعا الاغاني الوطنية اللي غناها مارسيل خليفة صحيح شيء رائع. صحيح. طبعا تصب القامة امشي وغيرها وغيرها. صحيح. طبعا في له كتير اعمال من اشعار الشاعر محمود درويش أكيد. الله يرحمه، وكمان كانت ريتا مميزة جدا طبعا بين بطي وعيوني بندقية. طيب سيد أحمد، يعني في ناس لما يعني ربنا بيبتليها بشيء يعني مش كويس، شيء وحش، سواء كان اختبارات في المال، في الرزق، في الحياة، بيزعلوا من ربنا، خلينا نقول كده بالبلدي. نعم. كيف يمكن أن يعود مثل هذا الإنسان لعلاقته بربه؟ الحمد لله رب العالمين. أنا دعني أعود شوية من اللي هم طلعوني فيه. يعني هم خدوني في حتة تانية، يعني عايز أرجع. الإمام الحلاج كلامه عجيب، التأملات عجيبة في هذه الأبيات التي ذكرت. يا نسيم الريح، نسيم الريح يمر أين؟ وكأني أرى نسيم الريح يمر على جدران القبة الخضراء، كأني أرى نسيم الريح يمر بين أستار الكعبة وحجرها الطاهر، وكأني أرى نسيم الريح يلف داخل حجر الإسماعيل عليه السلام، بين الصفا والمروة، في زمزم، في منى، في عرفات، في مزدلفة، يمر في هذه البقاع. يعني رضي الله عن القائل من كلمات نسيم الوصل هبت على الندامة، هذا النسيم يا نسيم الريح خبر للرشا، لم يزدني الورد إلا عطشا. الرشا هو إيه؟ علماؤنا في الفقه قالوا لنا إذا تغير الماء بالرشا فهو طاهر، يجوز لك أن تتوضأ به، طهور تتوضأ به وتغتسل به. الرشا هو الحبل المربوط في الدلو والحلقة التي تمسكه أن يقع في البئر، فعندما يدخل الحبل ويخرج في البئر يتفتفت من اليمين واليسار، هذا الفتات يسمى رشا. فهو وكأنه يقول يا نسيم الريح خبر للرشا، يعني أخبر هذا الرشا، لم يزدني الورد خروج الماء إلا عطشا. وكأنه يوقفك على مقام عظيم ويقول لك أنا أكتفي بك ولا أكتفي منك. معنى لم يزدني الورد إلا عطشا، كلما شربت منك وشربت من حبك وقربك أزداد عطشا، فأنا أكتفي بك عن الخلق ولكني لا أكتفي منك، مش هشبع منك ومعك مستمر. لم يزدني الورد إلا عطشا لي حبيب. وهنا كل إنسان يحط معايير المحبوب المطلوب المرغوب، لي حبيب
حبه حشو الحشر، يعني صمصمة القلب زي ما بيقولوا. إن يشا يمشي، بعضهم قال على خدي والآخر قال على رمشي، دلالة على أنه الخد يعني عند الإنسان شيء، لطمه على خد يعني إهانة كبيرة جدا. فأنا أفضل ما أغسله في اليوم والليلة ومهتم بي ويعني عناية فائقة أطرحه لك نعل، كناية على ما؟ على قمة المحبة والمكان التي أخذتها في قلبي. فلي حبيب حبه حشو الحشا، إن يشا يمشي على خدي مشى، على رمشي يمشي. أنا مش مع الذين يتخيلون، وعادة أقولها في الدروس والمحاضرات، مع الذين يعيشون الحالة، يعيشون اللحظة. لو وقف بين يديك رسول الله أو أنت الذي وقفت بين يدي رسول الله، ما الذي يمكن أن تقدمه بين يدي رسول الله؟ بالنسبة لي كأحمد، إن يشاء يمشي على خدي مشى، هذا المقام العظيم. طيب لا يمكن أن نقول هذا الكلام لله سبحانه وتعالى؟ طيب هذا الغزل في الجناب النبوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم يقول لا لا لا، هذا زيادة ومبالغة. طيب لو حبيبتك قالت لك الموضوع ده هتعمل أكثر من ذلك طبيعي. ليه؟ لأنه الحب تمكن. فلا تلوم على من ذاقوا هذه المحبة في الجناب النبوي، جذبوا برسول الله. الكفار كانوا يقولون يا محمد إن اتبع الهدى معك نتخطفوا من أرضنا، بعدين قالوا ما نرى إلا محمد قد عشق ربه، لا يتكلم إلا في هذا الإله. جاء الكتاب وماذا قالوا؟ يقولون ما هممت لشرب الماء إلا ورأيت خيالا منك في الكاس، أو ما شابه من هذا الكلام. يعني ما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. بالأشياء بالأمس القريب كنت في الإسكندرية، فجلست على شرفة هكذا مطلة على البحر في الطابق الثامن، يا بختك، أنا والبحر والسماء. فسبحان الله، ما الذي يقع في قلبك؟ يعني جزا الله بعض من كتبوا بعض الأبيات الشعرية فوجدتها هكذا في قلبي وخاطري، أحببتها فاستمعت إليها، فكان والدي بجواري يعني فيقول لي لا حنجوزك. فهو الوالد في عالم غير العالم الذي أنت فيه، فهو يرى أنك أنت لابد أنك خلاص تدخل على هذه الحالة، لكن أنت عيش قصة حب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكتفي بك ولا أكتفي منك. فمثل هذا الكلام لما يسمعه الإنسان يعيش طربا وسرورا وفرحا، وهو باب من أبواب عيد الروح، يفتح الباب على مصراعيه، يحصل له إذا حصل بينه وبين الحق سبحانه وتعالى خصومة زي ما ذكرت. أنا زعلان من ربنا، أنا طلبته لم يعطيني، أن حصل موقف. هو يعني اليوم نسمع إخواننا في الشام وفي غيرها من البلدان، ألا يرانا ربنا؟ ما ينظر في هذه الحالة التي نحن فيها؟ أين هو هذا الإله؟ هذه الحالات وكأنها تنبئ عن أن هذا القلب فعلا عطشان لأن يرتوي من حضرة الإله سبحانه وتعالى. تأخر فابتعد وابتعد وابتعد وابتعد، فما ذاق طعم القرب والحب من الله سبحانه وتعالى، ما ذاق طعم القرب والحب من رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام في جبل، وأبناء عمومته وزوجته وأهله. زوجته السيدة خديجة كانت بزنس وومن، شخصية من الشخصيات الكبيرة في قريش، من يتكلم معها؟ سيدة قريش الأولى، كل الناس يطلبون رضا. تزوجت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فحكم القدر عليهما أنهم يخرجوا في ذلك الشعب، لا خيم يجلسون فيها ولا ظل يحميهم من الشمس أو من البرد أو ما شابه. لم يقل ذلك. ليه؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن معه تشبعوا بحب الله تبارك وتعالى، حتى أن أصحابه يقولون كنا نأكل أوراق الشجر حتى تتقرح أشداقنا. لكنهم ما حصل بينهم وبين الحق سبحانه وتعالى خصومة. الذي يحصل بينه وبين ربنا زعل، مباشرة يسارع، لأنه رب وأنت عبد. لو خفضت وانكسرت مباشرة يأتيك هذا الخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى. والدلالة قال سبحانه وتعالى إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلو سجد واشتكاله أنا زعلان منك لأنك في 1 2 3 4، شوف هيحصل إيه. ممكن نقول الكلام ده لربنا؟ توكل على الله وافتح قلبك مع هذا، لأن ربك هو الذي أنشأك والذي خلقك والذي يسمعك والذي يعلم أنفاسك وخواطرك وماذا تحب وماذا تشتهي وماذا تكره وماذا ترغب، كل هذه الأشياء يعلمها سبحانه، هو الذي برأك سبحانه وتعالى. فقل له مما تشتكي وقل له ماذا تحب، سيفتح الله سبحانه وتعالى بينك وبينه بوابة عظيمة لا تغلق أبدا بإذنه تعالى. بعض الناس يعني ينتقدوا اللي بيتكلم كده مع ربنا، يعني إزاي أنك أنت تتكلم كده مع الذات الإلهية؟ إزاي يعني
خلينا نقولها حتى بالشكل البلدي انه نعم. ما ينفعش كده تشكل ربنا، يعني اشكله بس يعني ما ينفعش، وكأنه يعني اللي بينصح ده مش عارف ان ربنا مطلع على كل شيء. يا سيدي هو قالوا من ذاق عرف ومن عرف اخترف، فمن يذوق طعم القرب من الله عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيدنا النبي اشتكى، قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، وفي الحديث كلام يعني وقلة حيلتي وهواني على الناس، حشاك يا رسول الله من الهوان. سيدنا النبي أعظم شيء هين، لا ما هو هين، لكنه اشتكى مما يجد في قلبه صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الحديث كلام، بعض العلماء لهم قصة في سند الحديث، لكن الشاهد الاستئناس به أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أولا. الأمر الثاني الذي يتكلم هذا الواعظ أو الداعي أو ما شابه، لا علاقة له بينك وبين الله سبحانه وتعالى، قل ما شئت بينك وبين ربك سيحاسبك ولا تزر وزرة وزر أخرى، إن أحسنت فربنا عارف نيتك، إن أخطأت ربنا سيقومك. فهذا الشيخ أو هذا الداعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى يقول له وما أنت عليهم بمسيطر، ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب المسألة الأخرى، للأسف نرى في هذه المرآة أن الذي يتكلم هو لا يزال في عالم العقل، ما دخل عالم الروح، فالزال يتعامل مع الله لابد أني أدعو بلغة عربية وبهيئة معينة، وكأن الله سبحانه وتعالى إذا انفضت هذه الهيئة واكتملت هذه اللغة لا يعلم ما أقول. لا طبعا، لو أنت نايم وتحت الغطاء تحت اللحاف كده بتوشوشه، هو يعلم دبيب النملة السوداء على الحجرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلمها ويعلم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا من الله شسع النعل، رباطة الحذاء لو احتجت لها اسجد وقول ربنا أنا جزمتي ما فيهاش رباط، محتاج ربطة حذاء. ألي هذه الدرجة؟ طبعا، لأنك لو قلت لا دي أنا قادر عليها والتاني على ربنا، أنت جعلت مع الله شريك قادر يفعل، فلا تقول أنا قادر على هذه الأشياء، كل الأشياء في قدرته هو سبحانه وتعالى. سيدنا النبي علمنا حتى الملح لو أنت عايزه أو رباطة الحذاء شسع النعل اطلبوه من الله سبحانه وتعالى. فمن يقول ذلك نراه في ميزان الكتاب والسنة هو بعيد عن منهاج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وصحبه وسلم، فما أظن أنه لو وقف بين يدي رسول الله وأراد رسول الله أن يطأ على خده سيسمح له. في الوقت الصحابة أنهم بركوا بين يدي رسول الله، والعشاق اليوم يفترشون يعني أرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون كل ما جاء من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، أحببتها لأن فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جميل يا سيد أحمد، أنتم مستمتعين زي برضه؟ أكيد طبعا، عايزين نزيد استمتاعنا بسماع الموسيقى الجميلة بتاعتكم. هنسمع إيه؟ راح ارتجل شوي على مقام النهوان براحتك، بعدين ندخل بمقطوعة من التراث التركي اسمها اسكدار. ماشي.
سامع يا سيد أحمد؟ كلمات تدندل في قلبي يقول طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا عظيم الجود. كأن مقام النهوانت قريب منها أو لها تخاطب القلب سبحانه، طالما أشكو غرامي. من منا له غرام يهدأ، من منا له غرام يدعه ينام في آخر الليل وقد يشتعل. طبعا ما ينام معه غرام. أيوة طبعا. يعني سبحان الله، الناس الذين ولهوا برسول الله والناس الذين غرامهم في رسول الله يحبون الليل ويحبون فصل الشتاء، حتى أنهم يقولون الشتاء هو ربيع الصالحين. ليه؟ لأن الشمس تغيب مبكر فينام ثم يقوم الليل مع محبوبه. طيب هذا له علاقة بالكلام في السنة والقرآن؟ نعم، الحق سبحانه وتعالى يقول، شوف هذا الكلام هو حديث وكأنك تسمعه مع هذه الأوتار، يعني كذب من ادعى محبتي. من منا لا يحب الله؟ كلنا نحب الله، لكن المحبة لها علامات. قال كذب من ادعى محبتي، وإذا جن الليل أي دخل الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ لو جئنا لسيدنا النبي إمام مدرسة الحب، يا رسول الله أنت عندك غزوات وعندك فتوحات وعندك تأسيس دولة وعندك أشياء كثيرة جدا، ومتزوج 9 سيدات، كيف تعطيهم هذه المساحة من الحب؟ نسمع أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيد عائشة في جوف الليل يمشي بها في شوارع وطرقات المدينة المنورة يحدثها ليلى، وهي أحب النساء إلى قلبه. بمعنى كان في آخر الليل يأخذ السيدة عائشة ويطلع ويتمشوا كده مع النسيم العليل في المدينة المنورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة ويحدثها، لأن كل محب يحب أن يخلو بحبيبه. فإذا أعادها إلى البيت ذهب إلى أهل البقية دعا لهم، ثم يعني وقف في محرابه يصلي لله سبحانه وتعالى. الليلة الثانية تأتي أم سلمة، فبعض الصحابة رأوه في الليل فقالوا من هذه؟ كشف عن وجهه قال هذه أمكم يا رسول الله، أوفيك يعني نشك؟ فقال إن إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالمسألة والشاهد أنه كان يتمشى معها في آخر الليل مع كثرة الظروف والضغوطات الاجتماعية والمهام، يعني سيدنا النبي يؤسس عالم ثاني. الدلالة منها أنه فعلا في آخر الليل يحصل هذا الأمر. طيب ربيع الصالحين هو فصل الشتاء، كذب من ادعى محبتي وإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ طيب الذين يعشقون المصطفى التهامي قال وكيف يحلو له المنام؟ الذي يحب سيدنا النبي كيف بينام؟ ده بينام ازاي؟ يستغرب في مجمع المحبين العشاق للجناب النبوي، كيف تنام وأنت تحب سيدنا النبي؟ فأجابهم أحد المشايخ وهو شيخنا فيقول إني لأستغشي وما بي نعسة، يعني أحيانا بروح بنام بس مش عشان النوم، مش عشان أنا محتاج أنام، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلاقي خيالية. تقول لي بيننا وبين سيدنا النبي مسافة بعيدة، لو نمت وهو في قلبك هتشوفه. إذن هو أقرب إليك من حبل الوريد، قريب، لأن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع الرسول فقد أطاع الله. الله سبحانه وتعالى يقول أنا قريب منكم، عطاياه أقرب. إذا كان القريب منك اللي هو من حبل الوريد عطيته ماذا؟ في الجيب واصلة. هذه هذا يقيننا في الله. فهذه الحالة قال وإني لأستغشي وما بي نعسة، ليه؟ لعل خيالا منك يلاقي خيالية. رد الإمام البصيري صاحب الإسكندرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول نعم، سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. قال طاف طيف النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فاستيقظت ودموعي على خدودي. هنا يقول سيدي عبد السلام بن سليم الأسمر الحازمي الفتوري أحد علماء وأولياء ليبيا متوفي من حوالي 500 عام، يقول بالله يا كل من دار بي، يعني كل من دار في هذه الحلقة، زيدوا الصلاة على خير البرية. ثم يصف حال الركب الذي ذهب لزيارة سيدنا النبي وهو مشتاق، فيقول الركب شرق، الركب يعني القافلة، شرق يعني ذهب إلى المشرق، الركب شرق وجد المسير ما شاء الله، دفوف تضرب وخيل تسير، يا سعدهم وصلوا للبشير سيدي محمد نظر إلي. ثم يقول الركب شرق وخش البلادي، دخل المدينة المنورة، قاصد محمد شفيع العبادي، يخطر علي وأنا في رقادي وأنا نايم أتذكر النبي، نفطا أي أستيقظ
نفطاً ونلقى دموعي سخية، أستيقظ من منامي وأجد دموعي على أخدادي شوقاً في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه مشاربهم وهذه مذاقاتهم وهذه الأعياد التي عاشوها في عيد الروح، من عيد إلى عيد إلى عيد إلى عيد، كل ما هو حواليهم يذكرهم بعيدهم الأعظم وهو رضاء الله سبحانه وتعالى والقرب من رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أترجم اللي حضرتك تفضلت به دلوقتي، أنه الإنسان يقدر في كل الظروف وفي كل المشاغل بتاعته في عز أزماته يقدر أنه يعمل لنفسه عيد روح طبعا، أو يعمل لروحه عيد. نعم، هو العيد لها أرواح ومسكينة، هي يعني مكتفة داخل الإنسان عايزة ومشتاقة، عشان كده هو بيتضايق مثلا لما بيروح في رمضان أول يوم بيصلي التراويح مع الناس، هو أكثر واحد بيعيط. ليه؟ لأنه روحه مشتاقة، فدي فرصتها، فكل ما لها تعطيه. طيب في بقية خلاص انتهى رمضان وانت ما فيش أي مناسبة، هو عايز يعمل لنفسه لروحه عيد، فمش عارف الطريق، فبتلاقيه بيولع له سيجار. حرام يا مولانا، طبعا هذه ما فيهاش كلام، بس هو بيعملها ليه؟ هو بحثا عن عيد الروح، لكنه أخطأ الطريق، ما راحش وسأل، لم يلتفت إلى علماء أو طلبة علم أو مشابه. الثاني يبحث عن قاعدة كده فيها فرفشة، ليه؟ بحثا عن عيد الروح، لأنه هو يحتاج الروح. طيب الدلالة على ذلك، طيب أنت بتشرب ده ليه؟ وتحتسي هذه الخمر ليه؟ يقول لك عشان دي تفقد عقلي فأعيش مزهزة. طيب لو أردت أن تفقد عقلك وتزهزه، اسمع العلماء والصالحين ماذا قالوا. قالوا شربنا على ذكر الحبيب مدامة. ذكر الحبيب هو الله سبحانه وتعالى، المدامة قالوا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. طربنا بها، ومنهم من قال سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، وقبل أن تصنع الخمور أصلا، وقبل أن البشر يصلوا إلى مسألة اسمها خمر حتى تغيب العقل. نحن سكارى، الله ذكر في القرآن الكريم ماذا قال؟ قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما الذي أسكرهم؟ غيب عقولهم شدة غضب الله سبحانه وتعالى. طيب ألا يسكرهم رضا الله سبحانه وتعالى؟ المفهوم المغاير للآية. طيب أنا خفت منك فذهب عقلي، فلان خاف من حد مسكين فتلاقيه ولد صغير عمل على نفسه، ليه؟ مش لم يمتلك. طيب الثاني الذي رأى شيء أذهله أصبح يعني يقفز على رجل واحدة، الصحابة فعلوا ذلك، سيدنا جعفر ابن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسلم على سيدنا النبي، فسيدنا النبي بصله كده، وهذا عيد روح لجعفر. فقال يا جعفر قد شابهتني خلقا وخلقا، شبهتني خلقا وخلقا، أنت تشبهني في الخلق والخلق. كيف استوعب عقل سيدنا جعفر تلك الكلمة؟ جعفر الطيار، كيف استوعب قلب جعفر تلك الكلمة؟ احنا اليوم لو واحد يقول لك والله أنت عينيك من عيون سيدنا النبي، ده مش خلاص يا أرض تهدي معلك يأدي، ده عينيك بتشبع عين سيدنا النبي. الثاني حاجبك فيه من صفات رسول الله، ملابسك، هيئتك، كلامك، حالك، تصرفك فيه شيء من السنة، بيتبسط منها. طيب ما صاحب السنة وصاحب الجمال والكمال والنوال يقول لك أنت بتشبهني خلق وخلق، أعطني عقل جعفر في تلك الساعة ماذا سيفعل؟ فيروي الراوي ويقول ما كان من جعفر إلا أنه أصبح يحجل على رجل واحدة في مسجد رسول الله. يعني إيه يحجل يا مولانا؟ ينط على رجل واحدة في مسجد رسول الله من شدة الفرح. ده جعفر الطيار، ها، الذي قطعت يداه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدله الله عز وجل بهما جناحان يطير بهما أن شاء في الجنة. هذا جعفر. طيب معاذ، معاذ بن جبل، معاذ شاب زي هذه الوجوه النيرة الشباب، كان بيصلي ورا سيدنا النبي وكان عنده حركات كده محب، والمحب له حالة عجيبة يعني لا يتقيد أحيانا ببعض الضوابط، وسنقف على قصتين من قصص الصحابة. معاذ كان لما يأتي يصلي سيدنا النبي يأتي يصلي ورا سيدنا النبي مباشرة، ولما سيدنا النبي في حالة السجود يرفع قدمه عن الأرض ليسجد، فيجي سيدنا معاذ يضع جبينه في موضع قدم رسول الله، إن يشاء يمشي على خد ما شاء واحد منهم رضي الله عنه، فيأتي ويفعل هذا الأمر. سيدنا النبي قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، فانتبهوا، ها، فيعني أنا مدرك ماذا تفعل من هذه الحالة من الحب. فلما انفضت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية يقولون إذا التفت رسول الله التفت جميعا، وله هيبة لما يعني من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فلما يلتفت وينظر في وجه سيدنا معاذ، سيدنا معاذ طبعا سيدنا النبي قدامك، فجلس فقال أدنوا مني، كل موقف عيد لوحده، أدنوا مني أن أقترب. فقال جلست فأصبحت ركبتي على ركبة رسول الله، شوف القرب ما فيش مساحة. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على كتفه، هنا في البادي لانجوج إشارة عظيمة يعني تربيت على الكتف، فقال يا معاذ
إني أحبك. من الذي يعترف لمن؟ الحبيب الأعظم يعترف لمعاذ لأنه رأى منه هذه المحبة. يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقل في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصبح هذا الحديث عند العلماء يسموه حديث مسلسل بالمحبة، لا يروى إلا لمن يحب. بحبك بقول لك هذا الحديث، مش بحبك ما ينفعش أقوله لك، فأنا أحبكم ورويت لكم هذا الحديث. إذن العلامات ظهرت. طيب سيدنا حسان ابن ثابت خالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، شاعر الرسول، شاعر النبي. العجيب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في مسجد رسول الله، ما كان في أحد يعظ ولا يعطي درس، بس كان في كرسي لسيدنا حسان يلقي فيه الشعر، دلالة على سيدنا النبي كان يحب الشعر وسماع الشعر. كانوا جالسين في بيت سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم في جلسة يتكلموا، فسيدنا النبي قال أنا ما بحبش حد يقف لي، ولا أحد يحب أن أحد يقف لأحد، يعلمهم التزكية والأخلاق. فقال ومن أحب أن يتمثل له الناس بالقيام فليتبوأ مقعده من النار، يعني اللي يحب أنه لما يدخل في مكان الناس تقف له، سيدنا النبي يقول لا أنت راجع نفسك، لأن دي من علامات أهل النار، دي حاجة مش كويسة. فالصحابة كلهم التزموا خلاص، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جلسوا كلهم، فدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم جالسين إلا سيدنا حسان قام واقف. فالصحابة كلهم بيتكلموا حسان حصل إيه، فسيدنا النبي قال يا حسان أما بلغت كما قالتي. ماذا حصل من حسان؟ تأخر هكذا قليلا ونظر في رسول الله من رأسه إلى أخمس قدميه وقال قيامي للحبيب علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت من لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. حتى ولو أمرتني لا أقف لك، لكن لما أرى هذا الجمال حق لي أن أقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط على كتفه وأقره على ذلك، فسميت بسنة تقريرية. طيب هذول البشر هذه أعياد أرواحهم، جذع من النخل اشتاق لسيدنا النبي، كان يخطب عليه ويضع يده عليه. لما بدأ يبكي هذا الجذع سيدنا النبي ترك الجمعة والخطبة ونزل وضمه إلى صدره الشريف وخيره. سيدنا النبي يتكلم مع جذع نخلة، يعني زي الطرابيزة بيتكلم معه يقول له إيه رأيك ترجع نخلة إلى يوم القيامة ولا تكون معايا في الجنة؟ فقال معك يا رسول الله. فالصحابة مستغربين من هذه الحادثة، دي ليست أسطورة، ثابتة، قصة ثابتة، وكل الكتب ترويها. لما؟ لأن الحالة التي كان فيها هذا الجذع مع رسول الله. ثم أخبرهم رسول الله قال لو تركته على حالته هذا لأصبح يئن إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن سيدنا النبي كان لما يخطب يضع يده عليه، صنعوا له منبر فتركه ووقف على المنبر فأصبح يبكي هذا الجذع من النخل. هذه الأحوال هي عيد روح أيضا لمن؟ لهذا الجذع ولسيدنا حسان ومن قبله سيدنا معاذ ولمن قبلهم ومن قبلهم. وإن شاء الله ربي يكرمنا وينفحنا بهذه النفحة. آسف أطلت في الحديث، ولكن الحديث في شجون. بالعكس احنا يعني سعداء بيك سيد أحمد، وسعداء أكثر وأكثر بالحالة اللي احنا يعني عشناها في هذه الفقرة من خلال كلامك الجميل، من خلال العزف الجميل من الأخوة. بس احنا عايزين نختم برضو يعني بعد القصص الجميلة اللي رواها سيد أحمد الطلحي، يعني نختم بحاجة كده موسيقية مناسبة للأجواء الجميلة دي. تمام، هنسمع ايه؟ فاصل اسقي العطاش. اسقي العطاش. طيب وكلنا عطشة. كلنا عطشة. طيب قبل ما نسمع، لان احنا دي اخر حاجة هنسمعها، انا بشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد الطلحي، وفي انتظارك في هذا الاستوديو إن شاء الله. نحن من نشكركم سيدي على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، وجدا سررت بها، وهي حقيقة يوم من أيام الله بالنسبة لي، وهذا عيد روحي أني أجلس بين يديك سيدي. الله يخليك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا شباب أحمد صعب ونور فاروق وياسر محمد فيت. شكرا جزيلا للقناة ولجميع الكادر الموجود. الله يخليك. نسمع اسق العطش. عمل شوية حجاز وضعنا يعني. Thank you.
كفاهن الكرى والشوق لاعجه بقلبه خيما مولاي أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعجه بقلبي خياما مولاي أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعج بقلبي خيما مولاي أجفاني جفاهن الكرى والشوق لاعج بقلبي خيما مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجبا لعقوبتي فاحنان علي تكرر واجل صدى قلبي واجل صدى قلبي واجل صدى قلبي واجل صدى قلبي بصفو محبتك يا 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 خير من يا يا خير من أعطى الجزاء وأنعم يا خير من أعطى الجزاء وأنعم. مشاهدينا بكده تنتهي فقرة النهاردة أو حلقة النهاردة من رأي عام، حلقة خاصة وفقرة خاصة في أجواء روحانية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مع السيد أحمد الطلحي ومع الشباب الجميل اللي جاينا من سوريا الشقيقة. أرجو أنكم تكونوا استمتعتم بهذه الفقرة، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. نشوفكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد 8 مساء بتوقيت القاهرة. أصبحوا على خير.